السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أنا حمزة جاسم، طالب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهذا المقطع من سلسلة حلول الأولد إكزام من مبادرة أرشفة، إحدى مبادرات جذوة. واليوم بإذن الله بنشرح لكم أولد إكزام كيم 101 ميجر 1 ترم 192 الذي يتضمن أربعة شباتر، شابتر 1 2 3 and 4. بالتوفيق للجميع، وبإذن الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول في هذا الميجر يتعلق عن مدى تطبيقك واستيعابك إلى كونسبت الأكسيديشن والريداكشن. يقول السؤال: Based on the following electrochemical activity series, which of the reactions listed below will occur as written? السؤال أعطاك معلومة مهمة، ألا وهو هذا الجدول. الجدول يقول إليك كل ما ارتفعنا في هذا الجدول increasing ease of oxidation، يعني كلما صعدنا إلى أعلى هذا الجدول راح يكون العناصر سهلة في نزع الإلكترون. oxidation وش معناها؟ losing electrons، فمعناها أن الصوديوم الـ Na هو أعلى عنصر بالإمكان أنه ينتزع منه الإلكترون بسهولة، بينما الفضة الـ Ag هو أصعب عنصر أنك تنتزع منه إلكترون. الآن عندك أربعة من التفاعلات ونحتاج نعرف فكرة هذا السؤال إيش معناه. عندك عنصرين، العنصر اللي في الحالة الصلبة هل بالإمكان إنك تنتزع منه الإلكترون بواسطة العنصر أو الأيون الذي في الحالة الأكيوس لولا؟ فمثلاً نأتي إلى الخيار الأول اللي هو I. هل بالإمكان إلى عنصر الكبر النحاس أنه ينتزع إلكترون من عنصر الكوبالت لولا؟ نشوف، عندنا الكبر هو هذا وعندنا الكوبالت في هذا الاتجاه. نشوف بأن الكبر له قابلية أنه ينزع الإلكترون، هذا سهل نزع الإلكترون منه، هذا صعب. يعني الكبر له القابلية أنه ينزع الإلكترون بسهولة من الكوبالت، فبالإمكان تحقيق هذا الرياكشن. نأتي الآن إلى II. عندك الأيجي مباشرة، الأيجي هو أصعب عنصر بالإمكان أنك تنتزع، صعوبة أنك تنتزع منه الإلكترون. وعندك الآن الكبر مباشرة، الأيجي ما بالإمكان من خلال هذا الجدول، ما في أي أيون أنه يقدر يسحب منه إلكترون، فهذا غير محقق. II، عندك الآن الكبر وعندك الصوديوم. الصوديوم سهل جدا أنك تنتزع منه إلكترون وهو بالحالة الصلبة، هل بالإمكان للكبر أنه ينزع إلكترون من الصوديوم؟ نعم بكل سهولة. عندك الآن الكوبالت وعندك الأيجي، قلنا الأيجي هو أصعب عنصر أنك تنتزع منه إلكترون، وعندك الآن الكوبالت تشوف أن الأيجي صعب والكوبالت ما عنده إمكانية أنه ينزع إلكترون من الأيجي، فلا يمكن تحقيقه. في النتيجة عدنا من ضمن هذه الخيارات I و II. فالجواب الصحيح هو إيه، وألف مبروك عليك الدرجة. السؤال الثاني من الأسئلة سهلة جدا، فقط تعتمد على معاملات التحويل وكيف أنك تحول الأعداد المولية إلى كمية ذرات. السؤال يقول عدنا عنصر البلاتينوم، أعطاك المولر ماس، وبعدين قال إليك إن لكل ونوز هذه الوحدة التي تعادل 28 جرام قيمتها 560 دولار. الآن يبغى يعرف كم ذرة بالإمكان الحصول عليها من خلال ون بيني. أول حاجة الأوز إذن هي معامل يعني بالجرامات، فلا تنظر فيه أبدا. أول حاجة بما أن أعطانا المولر ماس وعطانا الماس، مباشرة نحولها إلى مول.
المول عندك ماس اوفر المولر ويت اللي هي المولر ماس. عندك الماس 28.35 وعندك المولر ماس 195.0 7.8. سويها بالحاسبة كلكلها راح يعطيك 0.145 مول. يعني كلكلها يعني استخدم الكلكليتر. الآن عندنا العدد بالمولات. الآن من خلال هذا العدد حوله إلى آتومز باستخدام الأوفوجادرو نمبر 0.145 مول. كيف الآن أحولها إلى آتومز؟ تقول 6.023 × 10³³ هذه معناها آتومز أوفر مول تساوي المول مع المول راح يطير. استخدم الحاسبة راح يعطيك 8.75 × 10²² آتومز. الآن نأتي إلى الفكرة الثانية، هي تحويل الوحدات. يقول السؤال إليك أن $1 يساوي 100 بني. مباشرة ما يحتاج تفكير، الواحد بني كم يعطينا من الدولار؟ 0.01 دولار. الآن عندنا هو بالدولار، أبغى أعرف بالبني كم يساوي. مباشرة راح أقول بما أن الخيارات كلها بالأتومز فيعني نحتاج نطير الدولار أو نطير البني. بما أنه عطاك بالدولار فراح نطير الدولار. شلون راح أطيره؟ نقول 0.01 دولار راح أقسمها على 560 هذه الدولار. الأوز راح يطير لأن حولناها الآن، قلنا الأوز هي فقط إشارة كم تساوي بالجرامات، ما راح ننتبه إليها. ثم نضربها بعدد الأتومز اللي هي 8.75 × 10²². الدولار مع الدولار راح يطير. سوي هذه العملية بالحاسبة راح يعطيك 1.56 × 10⁻¹ أتومز. وهذا هو الخيار إيه في الخيارات. وألف مبروك عليك الدرجة، وهذه درجة حصلناها في الجيب. السؤال الثالث من الأسئلة سهلة جدا، وهي تعتمد على شابتر 1 في تطبيق مفهوم السيجنيفيكانت فيجرز. عينة قاسوها 3 مرات. القياس الأول بالكيلوغرام، القياس الثاني بالمليغرام، القياس الثالث بالجرام. علينا أولا بتوحيد الوحدات. بما أن الخيارات وحدها لأنه قال يريدها بالجرامات، فأنا يتوجب علي بالنسبة إلى القيمة الأولى والثانية أني أحولها إلى جرامات. أولاً عندك 0.844032 كيلوغرام. علشان أحولها إلى جرام راح أضربها في 1000، فراح يكون عندي 844.0325 جرام. هذه بالنسبة إلى العينة الأولى. العينة الثانية عندك 7.068 ملي جرام، حتى أحولها إلى جرامات فراح أقسمها على 1000، فراح يكون 0.007068 جرام. وعندك العينة الثالثة 7024.5 جرام. الآن يقول total mass، يعني يريد جمع summation حق العينات كلها. بما أن تطبيق قاعدة significant figures إلى الجمع والطرح يتطلب فقط النظر إلى decimal points. الآن عندك في العينة الأولى 4 decimal points، العينة الثانية عندك 6 decimal points، وعندك
العينة الأخيرة وانتسم البوينتس من خلال الخيارات عندك. ما عندك إلا خيار إيه وانتسم البوينتس، هذه ما فيها دسم البوينتس، ثلاثة دسم البوينتس، وشوف هذه الأعداد فيها دسم البوينتس مباشرة. ما يحتاج نجري عملية الحساب مباشرة، نشوف بأن لو جمعنا راح ننظر إلى أقل دسم البوينتس واللي هي عندنا واحد. مباشرة راح أختار خيار إيه لأنها تحتوي فقط على 1 decimal points. إذا أردت الجمع نور على نور، استخدم الحاسبة اجمع هذه القيم اللي عندك، هذه وهذه والعينة الثالثة، راح يعطيك 7.8685 واللي هي الخيار إيه بالضبط. وألف مبروك عليك الدرجة. السؤال الرابع من الأسئلة الرائعة جدا، وتختبر الطالب لأن هذا السؤال سؤال فعلا A plus student. فانتبه ياي جيدا في طريقة حله. راح تستخدم مفاهيم math 002 اللي في السنة التحضيرية. يقول إليك the melting and boiling points، ابتكرنا ثيرموميتر عندنا جديد، مقياس حرارة تسمى إيه. فقال أن صفر إيه هي تساوي سالب 45 سيليسيوس، 100 إيه تساوي 115 سيليسيوس. الآن 86 إيه كم تساوي في مقياس السيليسيوس؟ سؤال جدا رائع، فكرته عليك بتطبيق هذا القانون. إن شاء الله ما نسيته اللي درسوك إياه في المعادلات الخطية في ماث 002. يقول السؤال أو القانون إلى هذا السؤال إيه اللي هي لنيو سكيل، أنا بقول المقياس الجديد، يساوي إيه سي زائد بي. سي هو السيليسيوس، هو مقياس القديم اللي هو سيليسيوس. بالنسبة إلى إيه وبي هذه عوامل متغيرة، بالإمكان أن تكون الإيه واحد والبي اثنين، بالإمكان تكون أي عدد من الأعداد، هذه يسموها variables. الآن نأتي لتطبيق معادلتين حتى نتوصل إلى معادلة أخيرة. نأتي الآن إلى تطبيق المعادلة الأولى. المعادلة الأولى الآن نأتي إلى هذه الصيغة، راح نقول من خلال تطبيق هذه المعادلة، راح أكتب إليك هني هاشتاغ 1، الإيه كم تساوي؟ صفر، يساوي الإيه variable ما يتغير، سيليسيوس كم يساوي؟ سالب 45 زائد B، فكم راح تصير؟ انقل ال B إلى الطرف الثاني، راح تكون سالب B سالب 45 A، معناها السالب والسالب يطير، B يساوي 45 A. هذه القيمة مهمة جدا. هاشتاغ 2 يعني راح نكون معادلة إلى الصيغة الثانية، هذه الصيغة الثانية، راح نقول 100 تطبيق الآن المقياس الجديد، شنو نقول إليك؟ 100 عندك الآن من الإيه تساوي الفاريبل إيه، ما ندري كم هذه قيمتها، 115 سيليسيوس زائد بي، البي نعرف قيمتها أنها هي كم؟ 45 إيه. راح الآن نفكها أكثر، فنقول 115 A زائد 45 A يعني تساوي 160 A. الآن نأتي 160 A قسمها على 160، قسمها على 160 حتى نعرف قيمة الـ A، فالـ A راح تعطينا 0.625، سويها بالحاسبة 625. الآن نأتي نبغى نعرف قيمة البي،
45 ضرب 0.625، فراح يعطينا أن البي يساوي 28.125. احفظ هذه القيمة جيدا. الآن عندك قيمتين مهمتين، عندك الايه وعندك البي. نجي الآن في تطبيق المعادلة الأخيرة. الآن لو كانت 86 كم تساوي سيليسيوس؟ الايه كم؟ 0.625 سيليسيوس ما ندري عنها، زائد عندك كم البي؟ 28.125. انقل هذه القيمة إلى الطرف الثاني، نقول سي تساوي 86 ناقص 28.125 بين قوسين قسمة إلى 0.625، راح يعطينا الجواب بالحاسبة 92.6، تقريبا إليها 93، وهذا هو الخيار إيه في السؤال، فتكون إجابتنا صحيحة، وألف مبروك عليك الدرجة. السؤال الخامس يتكلم عن فكرة مهمة في Chapter 2 ألا وهي Law of Multi Proportions. يقول إليك two elements X and Y may react to form two different compounds. عندك الآن compound A وعندك compound B. compound A عندك 1 جرام X، حتى يتكون هذا الكومباوند عندك العنصر X يحتاج منه 1 جرام و 2.59 جرام from Y، بينما ال B تحتاج 1 جرام X زائد 1.55 جرام من الواي حتى يتكون هذا الكومباوند. يقولك يلا طبق الآن المالتيبل بروبورشنز حق هذا السؤال. بالنسبة إلى عنصر الواي سهلها عليك الآن مباشرة، تقول إليه على طول كومباوند بي over compound A، ولأنها قال إليك إن compound B to compound A، راح نقول compound B عندنا نسبة ال Y إلى ال X 1.55 على 1، وهذا عندك 2.59 over 1، معناها مباشرة 1.55 over 2.59. سويها بالحاسبة راح يعطيك 0.59، معناها 0.6، معناها بالماث 3/5، وهذا هو الخيار ايه في هذا السؤال. بروفت، ومبروك عليك الدرجة. السؤال السادس سؤال يتعلق بتسمية الجزيئات والمركبات. What is the correct formula for disulfur decafluoride؟ أول حاجة لما نشوف داي تراي تترا بنتا هكسا، معناها أن هذا الجزيء هو يتكون بكوفيلنت بوند، يعني رابطة تساهمية وليست أيونية. الآن ما علينا، احنا ما علينا هل هذه رابطة أيونية ولا تساهمية. لما يقول لك داي سيلفر، السيلفر هي S، الداي معناها 2، الديكا لازم تعرفهم هذه. هذا جدول موجود عندك في الكتاب لابد أن تعيه جيدا وتكون حافظنه. الديكا هي 10، الفلورايد هو F، وعندك الآن 10. ففكرة السؤال فقط أنك تكون عارف هذه المسميات. الجواب إيه. السؤال السابع من المسائل المشهورة في Chapter 2 التي تتعلق بالآيسوتوبس. يعطيك مجموعة من الآيسوتوبس وبعدين يقول لك يلا كم توفرها في الطبيعة. السؤال يقول لك The Atomic Masses، وعطاك اسم العنصر. عندك 2 isotopes، عندك TL203 و T205، وعطاك الاتوميك ماس تبعهم، وبعدين قال إليك أبغى أشوف نسبة كل واحد من هالايسوتوبس في الطبيعة.
إذا كان الأفرج أتوميك ماس 204.4. أول حاجة تسويها نقول بأن 203 راح أقول عنه أنه تساوي X، و 205 راح أقول عنها 1-X. الX معناها النسبة في الطبيعة. بالنسبة إلى 205 إيش معناها؟ معناها إذا كانت 203 نسبتها في الطبيعة 70، مباشرة راح أقول أنها تساوي 30%. يعني واحد، هذه واحد معناها 1%، يعني 100% ناقص النسبة 203 حتى أعرف نسبة 205. المجموع الكلي كلهم 100%. الآن نأتي في تطبيقه، نقول الآن ماذا من نعرف بأن الماس تبع هذه 202.97 2320، وهذه نعرف بأن الماس تبعها 204.974401. الآن نأتي بتطبيق ماث 001 يا شباب. 202.972320X نسبتها، عندك X حطيناها، زائد 204.974401. الآن حط النسبة 1-X equal كم عطاك؟ قال إليك الأفرج هو 204 204.4. الآن مباشرة إيش راح نسوي؟ عملية ضرب عادية، هذه اضربها بالإكس وهذه اضربها بواحد وبماينس الإكس. سوي هذه العملية أنا اختصارا للوقت يا أعزة، طبعا هذه ماث 001. راح نسوي بما أن هذا إكس وهذا ماينس إكس وهذا العدد أكبر من هذا العدد، راح تعطينا قيمة بالسالب 2.002X. هذه القيمة راح أنقلها إلى الطرف الثاني لأن ما فيها لا X ولا وايات، هذه راح أنقلها إلى الطرف الثاني، فراح يعطيني minus 0.574401. أبغى أعرف قيمة X الآن، قسمها minus 2.002 طار minus 2.002 سالب مع السالب يطير. الX يساوي كم؟ يساوي 0.2869. هذا الآن عدد عشري أبغاه مئوي، أضربها بمئة فيعطيني 28.69%. الآن كيف أعرف هذه الآن 203؟ أبغى أعرف الآن 205 كم راح تساوي، فتقول 100% ناقص 28.96 تساوي 71.31%، فيكون الجواب الصحيح هو جواب A. Proved. ألف مبروك عليك الدرجة. السؤال الثامن هو فقط سؤال يختبر مدى حفظك إلى الشقوق اللي موجودة عندك، جدول طويل عريض موجود عندك في chapter 2. عطاك السؤال يقول What is the correct name؟ وعطاك اسم المركب. الآن كيف نعرف نفرق؟ أول حاجة نبغى نعرف هذا إيش اسمه. الترك في هذا السؤال أو الفكرة في هذا السؤال، عليك أن تفرق بين الكروميت والفرق بين دايكروميت. شو الفرق بينهم؟ هذه عليك أنك تكون حافظ ذاك الجدول. يقول الكروميت هو عبارة عن كروم
وأربع ذرات من الأكسجين، هذه سالب اثنين. دايكروميت هو عبارة عن ذرتين من الكروم وسبع ذرات من الأكسجين وسالب اثنين. الآن لما نأتي إلى تسمية هذا المركب، عندك Fe وهذا 2 كروم 2O7 3. كيف الآن نفكك هذا الجزيء حتى نعرفه؟ عندك اثنين، هذه جاية من الكروم، والثلاثة جاي من الحديد. الآن لما نشوف بأن عندك حديد، فهذه رابطة آيونيك. آيونيك لازم الآن نستخدم أعداد التأكسد، فنقول آيرون كم عدد تأكسد الحديد؟ ما دام عندك ثلاثة فهو تريبل آي آي آي. نشوف أي صيغة فيها تريبل آي، هو الأي، فيكون الجواب إيه، وألف مبروك عليك الدرجة. السؤال التاسع سؤال يتعلق بتطبيق مفهوم في chapter 2. What is the term for the total number of neutrons and protons؟ أبغى حاجة تطبق مفهوم أنه مجموع البروتون زائد النيوترون داخل النواة. طبعا بالنسبة لو جئنا نتكلم، في عندنا خيارين هم الأقرب الطلاب أنهم يقعوا فيها، خيار يكون صحيح وخيار يكون خطأ. عندنا الماس نمبر وعندنا الأتوميك ماس يونت، هذا أكثر الطلاب عندهم تشابه وضبابية في التفريق بينهما، لكن الماس تو تشارج هذا استخدمها ميليكان لحساب الإلكترون، ما لنا شغل فيه. الأتوميك نمبر هو عدد البروتون أو الإلكترون في الحالة الطبيعية إلى الذرة، ما لنا شغل فيه. الأيسوتوب نمبر هذا للتفريق بين النظائر، ما لنا شغل فيه. علينا الآن بين الإيه والدي. شو الفرق بين الماس نمبر والأتوميك ماس يونت؟ أقول لك الماس نمبر عبارة عن جمع البروتونات زائد النيوترونات داخل النواة، لكن الأتوميك، أنا أستخدم اختصارات حتى لا يطول علينا الوقت، أتوم ماس يونت هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن مجموعة نظائر. عندك الآن ثلاثة نظائر مثلا إلى اليورانيوم على سبيل المثال، يورانيوم على سبيل المثال، أنا ما أدري كم القيمة الصحيحة إليهم، فراح أقول أنا مثلا هذه 190، هذه 191، 192. مجموع هذه الأرقام اللي هي الأعداد الكتلية وتقسيمها على ثلاثة يكون الأفرج، هذا يسموه الأتوميك ماس يونت، مجموع الأعداد الكتلية إلى النظائر ثم قسمتها على أعداد النظائر، هذه يسموها الأتوميك ماس يونت. فالآن أنت لتشوفه في الجدول الدوري، هذا ما هو الماس نمبر، هذا الأتوميك ماس يونت. أما الماس نمبر خذ لك عنصر من العناصر أو نظير من النظائر واشتغل عليه، يقول هذا العنصر بالذات هو هذا إله الماس نمبر. فالآن يقول in the nucleus of each atom of an element، محدد السؤال يقول لك ذرة من عنصر، يعني هذه الذرة احنا ما ندري أي نظير بالضبط حتى نحسب البروتون زائد النيوترون. فإن شاء الله وضح الفرق بين الماس نمبر والأتوميك ماس يونت، راح يكون خيارنا هو إيه، وإجابتنا بإذن الله تكون صحيحة. ننتقل إلى السؤال اللي بعده. السؤال العاشر من الأسئلة المهمة في تسمية الأحماض، طبعا فكرة مهمة في chapter 2. يقول السؤال the chemical name of HCN وهذا الجزيء in aqueous form is. أول حاجة احنا كيف عرفنا أن هذا حمض ولا ما هو حمض؟ الحمض هو أي جزيء يبتدئ في بدايته H هيدروجين وبعدين تكمله، يعني مثلا H2SO4 هذا حمض، HF هذا حمض، HBr هذا حمض، HCl هذا حمض. أي شيء من الجزيئات يبتدئ بهيدروجين فهذا هو حمض. الآن عرفنا الآن بما أن هذا الجزيء يبتدئ بH فأن هذا الجزيء هو حمضي. في تسمية الأحماض
عندك فرعين. فرع الأول أن يكون مرتبط الهيدروجين مع شقوق لا تحتوي على هيدروجين، شقوق بلا أكسجين، عفوا بلا أكسجين، أو عندنا هيدروجين يرتبط مع شقوق مع أكسجين. أكسجين كيف يعني؟ عندنا تسميات من تسميات الأحماض، عندنا نوعين. إحنا الآن لما نأتي إلى الفرع الأول، ما علينا من الفرع الثاني، لأن إحنا عندنا الآن HCN. CN هذا الشق اللي هي السيانايد ما يحتوي على أكسجين، فإنه ينتمي إلى الفرع الأول يا أعزائنا المشاهدين. كيف نسمي هذه الجزيئات أو هذه الأحماض؟ تقول القاعدة هيدرو، وبعدين تجيب اسم الشق، وبعدين تقول إك أسيد. هذه إليها قاعدة ثانية حتى لا أشتتكم بعيدا، راح أنزل ملخص تتكلم عن أسامي أو كيفية تسمية الأحماض. الآن إحنا عرفنا بأن CN هو السيانايد، فما راح تجيب أنت السيانايد، تجيب the main letters on cyanide، فراح تقول cyanic acid. فإذا جينا نطبق ال HCN فتقول hydro cyanic. شوف الآن بعدين تجيب ek cyanic acid. نشوف هل هذه التسمية موجودة في الخيارات لولا؟ ما شاء الله عندنا الخيار ايه هو تسمية ما توصلنا إليه من هذه القاعدة. بروفد، وألف مبروك عليك الدرجة، وإجابتنا صحيحة. سؤال 11 من الأسئلة المهمة في شابتر 3 تحتوي على عدة أفكار، انتبه وياي عزيز المشاهد حتى تتقن هذه المسائل بحذافيرها. يقول إلك عندنا sample of an organic compound، عندنا الماس بس ما نعرف صيغتها بالضبط، ما ندري، فراح نقول CXHYOZ. حرقناها، لما تحرقها يعني تستعمل O2 راح تعطينا CO2 زائد H2O. قال ان الماس تبع هذه الانان سامبل 0.74 جرام، هذه القيمة المجهولة أو الصيغة المجهولة، الماس تبعها هذه. قال لما صار التفاعل طلع عندنا 1.06 جرام من الـ CO2، ومن الـ H2O عندنا 0.58 جرام. الفكرة اللي احنا نريد نحققها من خلال هذا السؤال، نبغى هذه السامبل تحتوي اللي هي 0.74 تحتوي على ماس إلى الكربون، وماس إلى الأكسجين، وماس إلى الهيدروجين. كيف نقدر نطلعها؟ من خلال الخطوات اللي راح نسويها في هذا الرياكشن. أول حاجة، الخطوة الأولى، نبغى نطلع مولات ثاني أكسيد الكربون CO2 and H2O. بسم الله نبدأ. CO2 كيف راح نطلع مولاتها؟ عندك الماس 1.06 جرام، المولر ماس 44 جرام بير مول، راح يعطينا دقة بالحاسبة، راح يعطينا 0.024 مول. بينما الـ H2O نفس الطريقة 0.58 جرام over 18 جرام بير مول، راح يعطينا 0.032 مول. هذه القيمتين مهمة جدا،
لبقية الحسابات الكيميائية. الآن نبغى نعرف الإكزاكت مول حق الكربون. إكزاكت مول أوف كربون and الهيدروجين. كيف؟ علشان نبغى نعرف كم ذرة كربون تم استهلاكها في هذا التفاعل حتى أقدر، لأن عندنا الآن النواتج، أبغى أعرف في الناتج كم مول من الكربون استخدمناه علشان أقدر أرجعها إلى الصيغة المجهولة، أقول من خلال هذه الصيغة المجهولة استخدمنا كذا مول من الكربون. بسم الله نبدأ. كيف نعرف؟ نقول بأن هذه الصيغة واحد مول، وإحنا عندنا ذرة واحدة من الكربون، فمعناها أن مول الكربون يساوي 0.024 مول. بينما الهيدروجين عندك ذرتين أنت من الهيدروجين، والصيغة اللي استعملناها هذه واحد مول وهذه واحد مول فقط. شو راح نسوي؟ واحد مول هذا عندنا 0.032، بس عندك الآن ذرتين من الهيدروجين، كيف أطلع عدد مولات الهيدروجين؟ تقول 2 ضرب 0.032 راح يعطينا 0.064 مول. هذا الآن عدد المولات التي تم إنتاجها في هذا التفاعل. شو راح نسوي الحين؟ الآن راح نطلع الماس 3 mass of carbon and الهيدروجين. كيف أطلع؟ عندك الحين الكربون يساوي عندك عدد المولات 0.024 مول، تضربها في المولر ماس. المولر ماس حق الكربون هو هذا جرام بير مول، المول مع المول يطير يطلع لنا ماس، فراح يطلع لنا 0.288 جرام. بينما الهيدروجين راح يعطينا 0.064 مول. الهيدروجين كم صيغته؟ واحد جرام بير مول، مول مع المول يطير، فراح يعطينا 0.064 جرام. هذه بالنسبة إلى الكربون، وهذه بالنسبة إلى الهيدروجين. الآن ننتقل إلى الخطوة اللي بعدها. ركز على هذه المعلومات اللي طلعناها الآن. الآن راح ننتقل إلى الخطوة الرابعة أعزائنا المشاهدين. الكربون تساوي 0.288 جرام، والهيدروجين 0.064 جرام. احنا ليش سوينا هذه؟ علشان نبغى نطلع جرامات الأكسجين. الآن عرفنا من خلال 0.74، هذه الآن الصيغة المجهولة، الصيغة المجهولة راح أطرح منها 0.288، لأن هذه عدد الجرامات الكربون الموجودة في هذه الصيغة، وبطرح منها 0.064 هذا لأن عدد الجرامات الموجودة في هذه الصيغة المجهولة، راح يعطيني 0.388 جرام. هذه إيش؟ هذه قيمة الأكسجين الموجودة في السامبل المجهول. حلوي. الآن نطلع مولات الأكسجين، مول الأكسجين، فراح نقول 0.388 over 16 اللي هي المولر ماس حق الأكسجين، فراح يعطيني 0.024 مول. جميل جدا. الآن نكتب
السي من خلال المعلومات السابقة طلعنا عدد مولاته اللي هي 0.024. راجع قبل ما مسحنا السبورة أو هذه الصفحة، أرجع مش كتبناه سابقا. ال H 0.064، الأكسجين 0.024. الآن نقسمها على أقل عدد مولات 0.024، يطير ويطير، فراح يعطينا الآن سي سادة ما فيها شيء. عندك الآن ال H فراح يعطيك بالحاسبة 2.7666 إلى المانهائية وما بعدها. وعندك الآن الأكسجين سادة لوحدها. الآن كيف أحولها؟ هنا عندي الآن عدد عشري، أبغاها أعداد يعني بيرفكت ما فيها فواصل، فشنو راح أسوي؟ راح أضربها بثلاثة، أضربها بثلاثة راح يعطيني سي ثلاثة، الإتش بثمانية، والأكسجين بثلاثة. نشوف هل هذا الخيار موجود ولا مو موجود. لا إله إلا الله، عدنا الخيار A وهو الجواب الصحيح، وألف مبروك عليك الدرجة، وأتمنى يكون مفهوم الشرح على أتم وجه. ننتقل إلى السؤال الآخر. بالنسبة إلى سؤال 12، هي من الأسئلة السهلة جدا، تحتوي على فكرتين. الفكرة الأولى كيف أنك تحول أعداد المولكيولز إلى أعداد مولية. الفكرة الثانية تتطلب معرفة تسمية المركبات اللي تعلمتها في شابتر 2. يقول لك السؤال What is the mass in grams of، وعطاك أعداد المولكيولز واسم الجزيء فوسفوروس بنتا كلورايد. علمنا من شابتر 2 بأن بنتا عبارة عن 5 ذرات. لو جئنا إلى كتابة هذه الصيغة الكيميائية راح نقول PCl5، لأنه ما ذكر أي شيء بالنسبة إلى الفوسفوروس. أول حاجة لازم نعرف بأن العدد اللي عطاك وياه بالمولكيولز، كيف أطلع من هذه الأعداد أعداد مولية؟ نقول 1.5 × 10^22 هذه عبارة عن مولكيولز. الآن نقسمها على عدد أفوجادرو ضرب 1/6.023 ضرب 10^23. لما قلبنا الآن عدد الأفوجادرو راح يقول إلينا هو عبارة مول على مولكيول. هذه كم تساوي؟ المولكيول راح أطيرها بالمولكيول، تسوي عملية كالكليشن بالحساب بالحاسبة راح يعطيك 0.025 مول. الحال عندنا السؤال، قال إلك What is the mass؟ الماس عبارة عن المول ضرب المولر ماس. كيف أعرف المولر ماس؟ المولر ماس هي حساب العدد الكتلي. عندك ذرة واحدة من الفوسفوروس يعني 30.9 زائد 5 ضرب 35.45، سوي هذه العملية راح يعطيك المولر ماس الظاهر زي أنا ما حسبت 208. المولات عندنا 0.025 مثل ما طلعناه عندنا في الخطوة السابقة، مول مضروبة في المولر ماس 208.238. المولر ماس هي عبارة عن جرام أوفر مول، المول مع المول راح يطير، فالجواب النهائي راح يعطينا 5.186 مع التقريب 5.19 جرام. وألف مبروك عليك الدرجة، الإجابة الصحيحة هي إيه.
سؤال 13 هو سؤال تطبيق عام تعلمناه في الثانوية العامة، والآن نعيد صياغته بالنسبة إلى أسئلة الجامعة. أنت الآن على مستوى بالإمكان أنك تحل أسئلة كيف توازن المعادلات الكيميائية. نبدأ كيف نوازن المعادلة. أول حاجة نشوف التفاعل، عندك ثلاث مغنيسيوم وهني ما عندك إلا مغنيسيوم واحد، مباشرة حط ثلاثة هنا. عندك الآن نيتروجين واحدة في النواتج، وعندك تو نيتروجينز في المتفاعلات، حط هنا اثنين. الآن المغنيسيوم صح عندك ثلاثة، والأو هذه عبارة حين صارت أو إتش، وعندك هنا ستة لأن ثلاثة تضربها في الاثنين، فيصير عندك الآن أو ستة والإتش عندك بستة. النيتروجين صح عندك اثنين متعادلة. الآن الهيدروجين صار عندك ستة. الآن مجموع الأكسجين عندك ستة والهيدروجين عندك 12. انجي شغلنا الآن على الإتش تو أو، فحط هنا ستة. اتعادلت المعادلة الكيميائية مثل الحلاوة، ما فيها أي مشكلة، ما فيها أي ترك. الآن السؤال يقول the total sum of coefficients when the following equation، احسب الآن الكوفيشنت. هذا الكوفيشنت واحد يا أستاذ العزيز لا تنسى، فتقول واحد زائد ستة هذه سبعة، زائد ثلاثة هذه عشرة، زائد اثنين هذه 12. هذه 12، الجواب 12، وألف مبروك عليك الدرجة. السؤال اللي بعده، سؤال 14 من الأسئلة الرائعة جدا في chapter 3 اللي تتكلم عن الـ actual yield و theoretical yield، وبعدين يقول إليك من خلال هذه المعلومتين طلع لنا الـ percentage yield. سؤال يقول determine the mass of O2، عطاك المعادلة الكيميائية وريح بالك من كتابتها، عطاك الماس حق الرياكتنت يعني المتفاعلات. ما دام عطاك الماس وعندك هذا المتفاعل، عندك الجدول الدوري في ايدك، يلا بسم الله نطلع المولر ماس. المولر ماس حق المتفاعلات، المولر ماس لي KCLO3. عندك الجدول الدوري احسب معاي، فراح يطلع لنا 22.55 جرام بير مول. عندك الآن الماس وعندك المولر ماس، فإذا المول يساوي ماس أوفر مولر ويت، عندك 6 أوفر 122.55. الحاسبة عطتني أنه راح يعطيني 0.049 مول. نكمل الآن السؤال، يقول إلك if the percent yield of the reaction 75. الله، الآن نطلع هذا إذا كان التفاعل، هذه خلنا أقولها إلك إذا كان 100%. الآن لو كان 75% كم راح يعطينا من المولات؟ على طول تقول 0.049 times 0.75 راح يعطينا كم؟ سويها بالحاسبة 0.03675 مول. ممتاز جدا. الحين هذه المولات إذا كان عندنا البرسنتج ييلد كم؟ 75%. الآن نسوي نسبة وتناسب من خلال هذه المعادلة. نقول 2 مول من المتفاعلات يعطيني 3 مول O2، 3 مول من الأكسجين O2. إذا كان عندنا 0.03675 مول، كم راح يعطينا من مولات الأكسجين؟ سوي عملية مقص، أضرب هذا العدد في 3 اقسمه على 2، راح يعطيك كم؟ 0.055125 مول. هذه الآن مولات الأكسجين O2. الآن عندك المولات وعندك المولر ماس، ألف مبروك عليك، طلع لنا الآن
الماس. فنقول الماس يساوي مول ضرب مولر ويت إلى الأو 2. انتبه إلى الأو 2 وليس الأو، فراح نقول 0.055125 مضروبة في 32، لأن عندك أو 2 لا تقول ضرب 16 وتجيب العيد، تقول 32، فراح يطلع لك الجواب 1.764 جرام، وهي الإجابة الصحيحة عندك. إيه والسؤال اللي بعده، سؤال 15. الآن نأتي إلى أفكار chapter 4. Which of the following equations represents on oxidation reduction redox reaction؟ إيش معنات الredox reaction؟ عندك أيونات اكتسبت إلكترونات وأيونات فقدت إلكترونات، يعني أعداد التأكسد اختلفت، وعطاك مجموعة من المعادلات الكيميائية. نبتدئ الآن في I. عندك الآن الـ MgS. القاعدة تقول أي عنصر في الحالة الطبيعية عدد التأكسد حقها صفر، هذه صفر، والأوتو صحيح بما أنها في الحالة الغازية فيها صفر، لكن سبحان الله العظيم إذا تفاعلوا مع بعضهم هذه راح تكون بوزيتيف 2 وهذه نيجاتيف 2. إيش معناها؟ معناها صار اختلاف في عدد التأكسد، فهذا ريدكس رياكشن. ممتاز. الآن نأتي إلى II. عندك الآن الكبر، الكبر في الحالة الطبيعية صفر لأنه سوليد، البيتي بوزيتيف 2 والكلور ماينس 1. الآن نروح إلى التفاعل الثاني، السيو كم الآن صار؟ عندك الآن 2، فمعناه هذا بوزيتيف 2 وهذا ماينس 1، والبيتي صار في الحالة الصلبة معناها في الحالة الطبيعية، فإذا راح يكون صفر، فهذا إيش صار إليه؟ الآن عندك الكبر صفر كان في البداية وبعدين صار بوزيتيف 2، ما دام شفت تغير في أعداد التأكسد مباشرة قول يا أستاذي هذا ريدكس رياكشن، فمعناه صح هذا ريدكس رياكشن. الآن نأتي إلى II. عندك الـ NH4 هذا شق موجود درسناه في chapter 2، هذا كله بوزيتيف 1 والكلور ماينس 1، الAG بوزيتيف 1 لأن الO3 ماينس 1 مع بوزيتيف 1 ما راح تكتب أي شيء تحت هذه الصيغ أو هذه الشقوق. هذه في المتفاعلات، بسم الله نحول على النواتج، نشوف بأن الNH4 ما زالت بوزيتيف 1 والNO3 ما بعد هي ماينس 1، الAG الكلور هي ماينس 1، الاي جي بوزيتيف 1، نشوف بان الاعداد في المتفاعلات ما تغيرت في النواتج، فاذا هذا ليس ريدكس رياكشن. ان شاء الله وضحت يا اصدقائنا الاعزاء. الان نجي الى اي في، هذا بس في فكره هذا السؤال ولا يلعب عليك فيه. اول حاجه ان اي ان 3 بتقول تعال كيف صار الان اي 3 معناها الصوديوم بوزيتيف 3؟ لا، هذا شق موجود في شابتر 2 عليك معرفته، هذا كله ماينس 1 والصوديوم بوزيتيف 1. الان نجي نشوف بان الصوديوم صار الان في الحاله الصلبه، الحاله الصلبه معناها صفر، صحيح الصوديوم في الحاله الصلبه يكون صفر، والانتو نشوف بأن النيتروجين صار في الحالة الطبيعية فيكون صفر، كان في البداية بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1 ثم تحول إلى 0 0، فهذا ريدكس رياكشن. نجي إلى آخر تفاعل كيميائي اللي هو الفي، عندك الآن بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 هذا بوزيتيف 2 لأن عندنا 2 تحت، لأن نعرف بأن النترات هو نيجاتيف 1. حلوين. الآن نأتي إلى النواتج، نشوف بأن البي بي ما زال لأن عندنا 2 من الكلور ذرتين، فمعناه هذا بوزيتيف 2 والكلور نعرفها الهالوجينات كلها ماينس 1. الآن نأتي إن اي بوزيتيف 1 والإن او 3 نعرفها من شابتر 2 أنها دائما تكون ماينس 1. بسم الله نشوف البي بي بوزيتيف 2، بوزيتيف 2 ما تغير، الإن او 3 ماينس 1، ماينس 1 ما تغير، الإن اي بوزيتيف 1، بوزيتيف 1 ما تغير، الكلور ما تغير، فإذا هذا ليس ريدكس رياكشن. عندنا الآي والآي آي والآي في، نشوف هل هو الجواب الصحيح؟ نعم هو إيه، وألف مبروك عليك الدرجة. السؤال اللي بعده، سؤال 16، فكرة مهمة في تفاعلات
Solubility in Soluble Compounds Chapter 4. عندك جدولين، إذا صار تفاعل أيونات مع أيونات تعرف هل هذا راح يكون إليه Water Insoluble or Soluble Exceptions. هذا الجدول اللي فيه كثير من الإكسبشنز، هذا لازم تكون حافظنه. فكرته في هذا السؤال يقول لك give the ionic equation for the reaction if any that occurs when aqueous solutions of lithium sulfide. اول حاجه نكتب lithium sulfide، احنا نعرف ان السولفايد minus 2 فراح يكون عندنا 2 وهنا السولفايد aqueous زائد قال لك and copper ii nitrate، فعندك الان الكبر cu نيتريت اللي هو NO3 عندك 2 aqueous. كيف راح يكون التفاعل؟ تعرف الوسطين مع الوسطين والأطراف مع الأطراف، هذا لازم تعرفها، تعلمناها في الثانوية العامة ما يحتاج نعيد ونكرر فيها. فالآن نجي نقول بأن راح يعطينا ليثيوم مع النيتريت، هذه كلها راح تكون بالأكيوس زائد لأن هذا بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1 فما راح يكون فيها أعداد تأكسد تحت هذه الأيونات. وعدنا الآن كبر وعدنا السلفر 2، لكن هذا بالسوليد. ليش بالسوليد؟ تعال نقرأ في هذا الجدول، يقول هنا water insoluble compounds، يقول لك أي compound يحتوي على الكربونات فوسفيت كرومات او عندك السولفايد. شوف عندك السولفايد يكون ووتر انسوليبل، لكن يصير سوليبل اذا ارتبط مع هذول الايونات. لكن ما نشوف الان هنا الكبر، الكبر غير موجود في الاكسبشنز، فراح معناها تكون انسوليبل كومباوندز. الان نسوي الايونيك اكويجن. ايش معناها الايونيك اكويجن؟ تفكك الايونات في الاكيوس مود، بينما في السوليد مود او السوليد فيز ما تفكك المركب لانه ما يتفكك. الان نجي عندك 2 ليثيوم بوزيتيف 1 اكيوس زائد وعندنا السولفايد ماينس 2 اكيوس زائد كبر بوزيتيف 2 اكيوس وعندنا شقين من الـ NO3 في الـ aqueous. حلوين، خلصنا الآن المتفاعلات، نأتي إلى النواتج. ليثيوم طبعاً نعادلها، بما أن عندك هنا اثنين وعندك اثنين عادلها في المعادلة الأصلية لا تنسى، فتقول 2 positive aqueous زائد 2 NO3 minus الـ aqueous. وعدنا هذا المركب كله في السوليد فيس، يعني ما راح تفككه ابدا الاس سوليد. هذه هي الايونيك اكويجن. نشوف هل هذا الخيار موجود؟ نعم هو الخيار ايه، والف مبروك عليك الدرجه وجوابنا صحيح. ننتقل الى السؤال 17. سؤال 17 يتكلم كذلك عن شابتر 4. Identify the weak electrolytes. خذ العلم من عندي، كيف تعرف ان هذا weak electrolyte لو strong electrolyte لو non electrolyte. انا ما راح اطول عليك بس ابعطيك هند كيف تعرف ان هذا الجزء اللي قدامك weak electrolyte لو لا. الweak electrolyte يطبق ثلاثة قواعد، اما ان يكون weak acid or weak base، إما أن يكون base وإما أن يكون insoluble ionic compound. إيش معناها؟ السؤال الماضي قلنا بأن الكبر سولفايد عندك هذا وكان بالسوليد، هذا انسوليبل ان ووتر، صح لمو صح؟ سؤال الماضي معناها هل هذا سترونج الكترولايت لو ويك الكترولايت؟ ما اسمعك، راح تكون ويك الكترولايت، اجابتك صحيحه. انجي الان نطبق على هذه الخيارات.
أول حاجة إنجي إلى آي أعطاك الميثانول. شوف كيف تعرف نان إلكترولايت؟ إذا كان كله كوفالنت باند، كله روابط تساهمية، نشوف بأن هذا كله روابط تساهمية، فمعناها إيش؟ معناها نان إلكترولايت ما نريده. NH3 هذا ويك بيز، معناها ويك إلكترولايت، ممتاز. عندك أسيتك أسيد، عندك في الجدول أسيتك أسيد من الويك أسيد، فإجابتنا مع الويك أسيد معناها ويك إلكترولايت. الآي في عندك في الجدول المطالب بحفظه في شابتر 4 بأن الإتش إف هو ويك أسيد معناها ويك إلكترولايت، فالإجابة الصحيحة راح تكون الثلاثة الخيارات الأخيرة، وإجابتنا إيه؟ صحيحة، بروفد. والسؤال اللي بعده سؤال 18، سؤال من واقع الحياة وجميل جدا من شابتر 4. طبعا الطالب لما بيشوف أربعة أسطور لسؤال راح يرتبك ويقول أنا تعال من وين أبدي ومن وين أنتهي، لكن ترى هذا كلام فقط، أنت عليك فقط extract the important information، عليك استخلاص المعلومات المهمة. يقول عندك بيبسي كولا، يقول لك الكولا تحتوي مادة يسموها phosphoric acid. In order to determine the concentration of phosphoric acid in 50 ml، يقول لك عندنا علبة بيبسي وأخذنا منها 50 ملي، أخذنا منها 50 ملي. يقول إحنا نبغى نعرف كم تركيز الفوسفوريك أسيد. في طريقة يستعملها الكيميائيين إنهم يجيبوا متفاعل يتفاعل مع الفوسفوريك أسيد حتى تتكون عندنا مادة اللي هي الـ AG3BO4 solid. معناها أن هذا الرياجنت اللي عطانا وياه راح يتفاعل بشكل كلي مع الفوسفوريك أسيد. الآن لما تكونت مادة صلبة صار لهنا بريسيبيتيشن، ترسبت تحت القاع، أخذناها طلعت كتلتها 0.0576 جرام. الآن يقول يلا احسب الفوسفوريك أسيد إن كولا، يعني يبغى يعرف الفوسفوريك أسيد تركيزها كم في الخمسين ملي. نقول إلى سهالات، أول حاجة نبغى نعرف عندك الـ AG3BO4، طلع المولر ماس عندك الجدول الدوري راح يعطيك 418.58 جرام بير مول. حلوين. الآن عندك اللي ترسب إلك في قاع البيبسي كولا اللي في 50 ml، ايش راح تقول؟ نبغى نطلع عدد المولات، عندك الماس عندك المولر ويت، الماس 0.0576 اوفر المولر ويت اللي هي عندك المولر ماس 5.8 راح يعطينا كم؟ 1.376 تايمز 10 تو ذا باور ماينس 4 مول. ممتاز. القاعدة تقول كيف أطلع التركيز؟ المولاريتي عبارة عن مول أوفر ليتر. عندك الآن عدد المولات، كيف أطلع عدد الليترات؟ الليترات عندك 50 ml، حولها إلى عدد لتري فراح يعطيني 0.05 ليتر. نحل السؤال يا عزيز المشاهد، فراح يقول أن المولاريتي عبارة عن 1.376 times 10 to the power minus 4 بين قوسين قسمة 0.05 لتر، وهذا مول، راح يعطينا الجواب المولاريتي تساوي 2.75 times 10 to the power minus 3. موجود هذا الجواب لولا؟ عندك الجواب ايه، فإجابتنا صحيحة. ننتقل للسؤال اللي بعده، أتمنى يكون الشرح واضح إلى الجميع وما فيها أي ضبابية. ننتقل إلى السؤال اللي بعده، سؤال 19، سؤال مهم جدا في شابتر 4. يقول إلك عندنا سيلفر نيترايت was dissolved in water،
يعني كان عندنا بيكر، هذا البيكر حطينا فيه سيلفر نيتريت بكمية بسيطة جدا. يقول السؤال انه حطينا منه 47.8 ملي جرام في 10 ml من ال H2O. اول حاجة نفكر ونقول بان يتوجب علينا معرفة وتحويل هذه المادة البسيطة الى تركيز مولي. كيف نحول الى تركيز مولي؟ عندك الجدول الدوري، المولر ويت حق الـ AgNO3 يساوي، انا طلعته بالحاسبة، طلع عندي 169.9 جرام بير مول. حلوين. الان كيف اطلع عدد المولات؟ عندك الان الماس لكن بالمليغرام، حولها الى جرام، فتقول ضرب، عفوا هذه 8 ضرب 10 سالب 3 راح تتحول بالجرام، اقسمها على المولر ويت راح يعطيني 2.8 1 3 4 times 10 to the power minus 4 مول. جميل جدا. الآن نبغى نعرف concentration هذه المادة، تركيز هذه المادة البسيطة في 10 ملي من الماء. ايش راح اسوي؟ المولاريتي هو ايش؟ مول اوفر لتر. حلو. عندك المولات اللي هو 2.8 times 10 to the power minus 4 اللي طلعناها، حطها مقسومة على 10 ملي، فراح اقول انها 10 ضرب 10 سالب 3 بحولها الى لتر، راح يعطيني 2.8 times 10 to the power minus 2 مولاريتي. هذا العدد مهم جدا. الان بعد هذه العشرة ملي اخذت كمية صغيرة جدا وحطيتها في بيكر 3 ملي. جميل جدا. السؤال يقول لك then 3 ml of the initial solution was diluted to make a final solution. الان يقول لك with a total volume 1 liter. يقول لك بعدين هذه 3 ml اضفناها الى 1 لتر، عندنا فوليوم حجم 1 لتر. طلع لنا الان كونسنتريشن حق السيلفر ايون، حق هذا السيلفر في نهايه السولوشن كم راح يكون؟ الان بعد هذه الثلاثه صار لها ديليوشن، عندنا في بيكر كبير 1 لتر. الان يبغى يعرف السيلفر اللي هي الاي جي بلس كم الكونسنتريشن تبعه. هذا على طول راح نستعمل ام في equal MV. هذا القانون مهم جدا. هذه راح نقول حق ال H2O وهذه حق الديليوتد. ديليوتد. المهم الديليوتد. نعرف الآن الكونسنتريشن حق ل 3 ml، لأن الكونسنتريشن في 10 ml كله متساوي، فلو أخذنا منه 1 ml لو 2 ml راح يكون نفسه هذه القيمة اللي هي 2.8. راح أقول 2.8 times 10 to the power minus 2 بين قوسين، وعندك الآن الـ V1. الـ V1 هو أن 3 ml أضفناه إلى 1 لتر، سوينا لها dilution، فراح يكون 3 ml يساوي concentration الفاينل ما ندري عنه، والفوليوم هو 1 لتر، فراح أقول 1000 ml لأن هذا بالml فلازم نحولها إلى هذا ml. الآن كيف أطلع قيمة هذه؟ راح أقسمها على 1000 علشان يطير، وأقسم هذه على 1000 فيكون mf اللي هي الـ concentration final راح يكون 8.44 times 10 to the power minus 5 molarity. فهذا هو الـ final concentration. موجود؟ نعم موجود، وهو الجواب A والجواب الصحيح.
سؤال 20 سؤال يحتاج إلى تركيز، سؤال إبرس ستودنت، يتضمن عدة من الأفكار. أول حاجة يقول لك 6.74 جرام of the monoprotic. monoprotic معناها عدنة، جزء يخسر هيدروجين واحد. لما يقول لك diprotic معناها يخسر 2 hydrogens. خلي هذه المعلومة في بالك، لا تروح عن بالك. عدنا بعدين وعطاك المولر ماس، يقولك was dissolved into water. The sample was then treated. treated معناها titrated، معناها لازم نكتب التفاعل كامل، لأن الكوفيشنت مهم جدا للإجابة الصحيحة. بدون كتابة التفاعل الكيميائي أنت في ورطة كبيرة جدا. إذا خلينا نكتب، فراح نقول KHP زائد كالسيوم هيدروكسيد 2. لازم تعرف الآن هو يجمع أفكار شابتر 2 وأفكار شابتر 3 وشابتر 4، خليك متنبه. الآن يقول لك هو مونوبروتيك، وش معناها؟ معناها راح يخسر هيدروجين. فإذا خسر هيدروجين فال H راح يعطيها إلى هذا الشق، لأن الأطراف مع الأطراف والأوساط مع الأوساط. الآن نأتي فراح يعطينا H2O زائد كالسيوم KP. هذه لازم العملية تكون عارفينها جيدا. طيب الآن ما خلصنا، لابد أننا نقوم بعملية الاتزان الكيميائي بالمعاملات. عندك الحين هذه 2 وهذه 2، حلوين. الآن نوزننا المعادلة، نبدأ الآن نلعب حتى نعرف الـ volume of the base was used. جميل جدا. أول حاجة الـ base was used، هذا هو الـ base. أوكي؟ الآن نأتي، عطاك الماس حق المونوبروتيك أسيد، وعندك المولر ماس، فش راح تسوي؟ طلع عدد المولات KHP. هذه المهمة الأولى. عندك الآن 6.74 over 204.2 راح يعطينا 0.033 مول. ممتاز، هذه الخطوة الأولى. عفوا الخطوة الثانية جبناها صح، الخطوة الأولى جبناها صح. الآن نجي نبغى نعرف عدد مولات البيس، هذا هو البيس، ها نكتبها هذا البيس عشان لا أحد يقول أنا بعدين ما أنا كنت منتبه إليك، وهذا هو الأسيد. كيف نعرف عدد مولات البيز؟ نقول 3، 2 مول من الأسيد اللي عندنا من ال KHP الأسيد يعطينا 1 مول من الكالسيوم OH2. إذا كان عندنا 0.033 مول، كم راح نحتاج من مولات البيز؟ مقص يا صديق العزيز راح يعطينا 0.0165 مول. ممتاز جدا. الآن عندنا مولات البيز، حلو. الآن نبغى نعرف الكونسنتريشن عندنا. نعم نقول ان الكونسنتريشن عندنا عدد المولات والكونسنتريشن عندنا اللي هو 0.703. ممتاز جدا. يبغى الآن what volume؟ احنا نعرف بأن المولاريتي مول اوفر ليتر، صعدها وهذه نزلها، بس العب في هذا القانون. فراح نقول الليتر اللي هي الفوليوم مول اوفر ام. نجي نقول الليتر يساوي عندنا 0.0165 مول، وعندنا 0.703 مولاريتي، راح يعطينا كم؟ 0.0235 لتر. حولها الى ملي متر، لان ملي لتر، لان السؤال قال يبغاها بالملي لتر، اضربها بألف راح يعطينا 23.5 ملي لتر. وهنا نصل الى نهاية هذا الهلب،
وإلى هذا الفيديو اللي راح نحل فيه الأولد إكزام، وأتمنى جميع الأفكار واضحة لدى الجميع، إجابتنا صحيحة بروفت، وألف مبروك علينا 20 درجة، 20 من 20. أتمنى أن الرسالة وصلت من حل المسائل، ودمتم بخير، وبشرونا بالنتائج الجميلة بإذن الله. كان وياكم حمزة جاسم، السلام عليكم ورحمة الله.